مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر من ضواحي مدينة أكادير. ربما المشهد سيكون صادم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا سوق في مغرب 2024 وحالته حالة كارثية كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فكما كتشوفوا يعني السوق حالة مزرية جدا، والسوق كأننا في القرون الوسطى وليس في مغرب 2024. تخيلوا متابعينا الأوفياء أن حالة هذا السوق حالة كارثية جدا، وحالة لا تسر الناظرين، وحالة تسائل الوضعية الحقيقية ديال مجموعة من البنيات التحتية والمرافق العمومية التي يقصدها المواطن المغربي والمواطن السوسي من أجل التبضع. فكيف ستكون يعني الممارسة التجارية داخل هذا السوق الذي لا يتوفر على أدنى شروط الممارسة التجارية كما كتشوف معنا؟ فحالته كارثية جدا، وكله بطبيعة الحال في هذه الحالة تماما كما تشوفوا معنا، كأننا في عهد القرون الوسطى وليس في مغرب الألفية الثالثة كما كتشوفوا معنا على المباشر. انتم كتشوفوا يعني الحالة المزرية ديال هذا السوق، وأيضا البنيات التحتية دياله كما كتشوفوا مع الأسف الشديد مهمشة وتعاني من الإقصاء والتهميش إلى أقصى حد. وبطبيعة الحال فقط يعني التسليط ديالنا الضوء على هذا السوق اللي كيتواجد بضواحي مدينة أكادير من أجل تنبيه المسؤولين إلى هذه الوضعية الكارثية، وأيضا من أجل إعادة الاعتبار لهذا المرفق العام اللي هو سوق تيكيوين الأسبوعي كما كتشوفوا معنا على المباشر. فعيب وعار باش هذا السوق يبقى في هذه الوضعية، عيب وعار باش أننا نشوفوا يعني في مدينة أكادير التي تعد قبلة للسياحة العالمية أسواق من هذا الطينة ومن هذا النموذج اللي أمامكم. أنتم كتشوفوا يعني الوضعية الكارثية والوضعية المزرية لهذا السوق. السوق كله متهالك، السوق كأننا في دولة أخرى وليس في المغرب. ف يعني مع الأسف الشديد يعني هذا هو مغربنا، هذا هو الواقع المر ديال مجموعة من المناطق المهمشة، المناطق التي لم تنل بعد حظها في التنمية، ومجموعة من الأوراش التنموية التي أطلقت على مستوى مدينة أكادير. لكن هناك هوامش المدينة التي لا زالت تعاني من الإقصاء، لا زالت تعاني من التهميش، ولا زالت تعاني من البنية التحتية المهترئة والهشة والنموذج أمامكم. فحينما تقول للمرء بأن هذا السوق يتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير فلن يصدقك بالتة وبالمرة، لكن هذا سوق يتواجد بالنفوذ الترابي لجماعة أكادير ويتواجد في هذه الحالة الكارثية. وهذا السوق بطبيعة الحال يستغيث من أجل أنه يتم التأهيل دياله، لما لا أننا نشوف السوق في مستوى آخر، وضعية أخرى، وليست هذه الوضعية التي ترون أمامكم متابعينا الأوفياء. فنتمنى أن تصل هذه الرسالة، ونتمنى أن يلتفت المسؤولون والمنتخبون على مستوى منطقة تيكيوين لهذا السوق من أجل يعني البرمجة دياله، لما لا في المشاريع ديال التأهيل وإعادة الهيكلة اللي كتشهدها مجموعة من المناطق. فأنتم كتشوفوا أمامنا يعني سوق متهالك، سوق كله يعني في وضعية كارثية جدا، وكنشوفوا طبيعة الحال يعني أسواق نموذجية، أسواق على أعلى مستوى، لكن باش نشوفوا السوق يعني في هذا المستوى فعيب وعار باش أننا نشوفوا مثل هذا النماذج اللي امامكم. انتم كتشوفوا يعني الصوره غنيه عن كل تعليق، والصوره لا تحتاج لاي كلام ولا تحتاج لاي عبارات، فالصوره تتحدث عن نفسها لوحدها، ولا تحتاج منا لاي كلمات من اجل ان نصف لكم هذا المشهد الصادم الذي ربما اول من يراه سيظن باننا في دوله جنوب الصحراء المغربيه أو دول إفريقية جنوب الصحراء، لكن نحن نتواجد بمدينة أكادير، وهذا سوق تابع
للنفوذ الترابي لجماعة أكادير، وأنتم كتشوفوا يعني الوضعية الكارثية ديالو بطبيعة الحال، الوضعية المزرية ديال هذا السوق الذي نتمنى أن ينال عفوا حظه من التأهيل ومن التنمية، وأن نرى يعني أسواق على أعلى مستوى يضرب بها المثل في الجودة وفي الإتقان على مستوى البنية التحتية، وليست أسواق مهترئة وأسواق هاشة وأسواق لا تحترم أدنى شروط الممارسة التجارية. فكيف سيكون يعني هذا التاجر الذي سيمارس تجارته في هذه الظروف، وما هي الخدمات التي سيقدمها لهؤلاء الزبون أو لهؤلاء الشخص يعني اللي كنشوفوا بأننا أمام واقع مزري مع الأسف الشديد. فأنتم كتشوفوا على المباشر بطبيعة الحال يعني الوضعية الكارثية جدا لهذا السوق كما كتشوفوا أمامنا متابعينا الأوفياء.